ولك نفس تفطرين بعد؟ أنا ماني فاهمة وش الحيادية اللي أنت فيها دي؟ وراح تتهميني إني أنا قاعدة أسوي كذا عشان ما حد يوقف ضدي في موضوع إبراهيم. وأنا ما اتهمتك بشيء. من غير ما تقولين واضحة. يعني قصدي ما قلتي رأيك باللي صار؟ مو كل شيء بالدنيا هذه نقول رأينا فيه. وبعدين الحيادية هذه اللي مو بعجبتك اسمها عقل وحكمة. هي نفسها اللي كنت رفضتها يوم ما وقفت ضد زواجك انت وفهد. وبعدين لو سمحتي لا تطالبيني اكون نسخة منك. ارفض اللي ترفضينه واوافق على اللي توافقين عليه. كل واحد وله تفكيره. ومن الاخر كذا اخوك يوسف راسه يابس، يعني راح تتعبين نفسك على الفاضي. يعني انت موافقه ان هيفا تيجي تعيش معنا هنا في البيت؟ لا حبيبتي، في هالموضوع راح يكون لنا راي وموقف بعد. وش بيصير بمريم الطفله هذه المسكينه؟ انا كنت عارف انك قاعد تسوين هذا كله عشان خايفه على مريم، بس بالنهايه ما راح تخافين عليها اكثر من ابوها. يعني في احد منكم يعرف وين جوال امكم؟ جوال امي؟ اي عندي، اغلب اغراضها عندي. طيب الجوال نفسه يشتغل؟ اقصد الرقم اللي فيه يشتغل؟ اي شغال، من يوم ما ماتت الله يرحمها وانا سدد كل الفواتير. ما ابي الرقم يروح لاحد ثاني ونضطر نحذف الرقم من عندنا. تعرفين من ريحه الغاليه الله يرحمها. بس عموما هو شغال، بس مقفلته ومخبيته عندي. ليش؟ حور متاكده؟ خالتي فهمينه وش صاير؟ لا عادي، بس اقدر اشوف الجوال؟ في رقم ضيعته ومتاكده انه جيريه الله يرحمها مسيفته على جوالها. غريبه، انا كنت حاطه عينه، وين راح؟ حور دوري زين، اكيد حركتي مكانه كذا ولا كذا. ولا حركت من مكانه يا خالتي. اقول دوري بس الله يرضى عليك. وين بيروح يعني الجوال؟ والله ما ادري. افتح افتح الدرج الثاني. دورت هنا. ما قلت لي شلون شغلك؟ تكفى بغير الموضوع، لا تسد نفسك لك. افا ما انت مرتاح فيه يعني؟ لا أنا مو مرتاح، يعني من ساعات الشغل الطويلة والروتين